جبت لك العيال اللي سرقت العربية يا ريس، وعرفت منهم مكان ياسمين. ومستني ايه؟ روح طربق الدنيا فوق دماغهم وهات ياسمين هنا. لما تعرف مين اللي عمل كده تعرف ان اللي رجعت لك قبل ما اعمل اي حاجة مع الواد ده. مين؟ يحيى العطار. مين يا وحش؟ انت مين يا يحيى؟ فين؟ مش موجود واسمه المعلم يحيى. وانت مين؟ انا الكبير اللي في الحته دي بالصلاه على النبي. انت الكبير؟ اه. خدوه في شنطه العربيه. الله الله الله. يلا يلا دوروا في شقه شقه، محل محل، بس مش خرم يبرق الا ما تعرف فيه. بيقولوا الحسنه تخص والسيئة عم. الحارة دي هتدفع ثمن اللي يحيى عمله. ياسمين 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 ياسمين. ده صوت زكريا. زكريا مين؟ زكريا اخويا. لا لا يا سيد، ما تعملوش حاجة، هو ما عملش حاجة. يلا زكريا. انت كويسه؟ الحمد لله. كبي كبي تتجوزها عبد الله يا عيشة؟ تحاسبيش المسجون اللي القاضي حكم عليه يا رجية. أمك حكمت وعاوزة تنفذ الحكم. اللي هتنفذي ده يا عيشة هيتبهدل. ما لقيتيش غير عبد الله؟ ده أنا ما كنتش بعرف أحكي لغيري. وأنا لا بحبه ولا رايداه. روح اسأل أمك. جاي تتشطري عليا أنا يا رجية؟ جاية لنا؟ أنا ما عاوزهوش، يعني ما عاوزهوش. أمك ما بتردش علي، ما عاوزاش تحط عينيها في عين. قولي لهم أي حاجة يا عيشة. هتتجوزي حبيب أختك؟ حرام عليكي يا رجعي، حرام عليكي. هروح أموت نفسي وأريحكم؟ أنا ماليش ذنب في كل اللي بيحصل ده. حرام علي نصوح، أنا اللي قلتلك ما عاوزاش حاجة من الدنيا دي كلها غير عبد الله، وهتاخدي مني؟ بقى حرام علي، على اللي طول عمري بعتبرك من واحنا صغيرين انك امي واختي وصاحبتي. بك حرام علي. روحي بصي لنفسك في المرايه، شوفي مين اللي حرام علي يا عيشه. رجايه انا مظلومه زيكي، انا محكوم عليا بالاعدام وما عارفاش اتصرف. فهميني يا خيتي، احنا ملناش غير بعض. بس يا عيشه بس، انا ما بجاليش حد، انا عيلتي كلها ماتت، انا بقيت يتيمه يا عيشة. بعدين سمعت صوت زكريا بره ولقيت الجردات بتوعه بيفتحوا الباب. منها لله هناء وابنها، هيجيلنا منهم ايه غير كده؟ الحمد لله على سلامتك يا ياسمين، المهم انك كويس. خلاص بقى يا جماعه، ايه الاوفر ده؟ هتفضلوا تدلعوا فيها لحد بكره؟ بعد كده هتشوف نفسها لو محدش عارف يكلمها. يا ماما بقول لك ايه، شفت اياد؟ لا لسه ما شفتوش، هشوفه دلوقتي. دلوقتي يعني ايه؟ لا طبعا، استريحي الاول، ومن هنا ورايح مفيش خروج من غير حراسه. طب هو كويس؟ كويس. امال زكريا فين؟ هو وصلني لحد هنا وبعدين قال هيروح مشوار ويرجع على طول. روح روح. شكلك حبيت اللعبه. نقول تاني؟ قشطه تاني. خطفته ياسمين ليه؟ هي هبت كده. هبت؟ اه. تعرف انا مين؟ تعرف اسمي ايه؟ لا. اعرفك، انا اسمي زكريا العطار. اسمي ايه؟ خلاص خلاص. اسمي ايه؟ خلاص. خطفته ياسمين ليه؟ معرفش، هي
اوامر وجات لي وانا عملتها وخلاص. اوامر من مين؟ من يحيى بيه. مو في مقلب زباله. لا حول ولا قوه الا بالله. معقوله يا زينب ماليش راي في جواز بنتي؟ احط يدي في يد راجل اتفقتش معاه؟ وانت من متى بتتفق على حاجه عبد قادر؟ ما طول عمرك بتعمل اللي بقول لك عليه. ايه الجديد؟ عشان ما اكسرلكيش كلمه يا زينب ما زعلكيش. ما حبكيش تزعلي مني. خلاص اعتبر نفسك اتفقت، واعتبر نفسك حطيت ايدك في ايده، واعتبر نفسك وافقت كمان. هي مش هتلقى احسن من عبد الله، فاهم؟ لا، عبد الله رقيه. عايشه عمرها ما حبت عبد الله، ولا عبد الله حبها. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ الله يرحمك يا ست. الحدوته دي ما بترجعكش لورا شويه كده؟ ما تفكركش بحدوته زينب وعبد قادر؟ ايه؟ ما هي كمان غلبانه، لا حبته ولا كانت طايقاه ولا هو حباه، وتجوزه وعاشوا بالغصب. لا واهل اكاده جابوا عيال. بس انا حبيتك يا زينب. حبيت مين؟ لا انت حبيتني ولا انا حبيتك. ايه اللي انت فيه ده؟ حبيت مين يا عبد قادر؟ انت حبيت نفسك بس. انت حطيت عينك عليا وقلت هاخد دي، خدت دي. ما حبيتش غيرك يا زينب. قلبي كان ليك انت واحنا صغيرين. ما عرفتش الحب. ما عرفتك انت يا زينب. حب ايه يا عبد قادر؟ ده انت طول عمرك يا راجل كيف الجناح المكسور اللي مش عارف يضمني. كنت كتف مخلوع ما اعرفش اتسند عليه، وعمر الكتف البايظ ما يعرف يضم حد. يا بعد عشة السنين دي كلتها طلعت انا اللي غلطان. انا كنت فاكر ان انا برضيك يا زينب. مشيت مشوار طويل طويل قوي، قعدت الف وادور ورجعت لنفس النقطة، انك ما رضياش ولا عمرك حضرني. النبي انت اللي هتجيب لي نقطة. انا ما خبراش انت عمال تعيد وتزيد وتلك ليه؟ انت عمرك فكرت ترضيني؟ لا، انت لو فكرت ايه اللي يرضيني كان زمانك يد قوية كده تشدني لقدام، مش ايدك تشدني من ظهري وتحطني في الارض. كان زمانك حضن بيلمني، لكن انت ما لمتنيش ولا تقدر تلمني. كان زمانك فكرت تبقى زي سليم. سليم اخوك يا اخويا، عايز تبص لفوق مش تنزلني سبع ارض، ولا زي زين اخويا اللي مخلي مرته ملكه. انما انت ترضي مين؟ حتى ما تعرفش ترضى نفسك. انا واكسه. ده انت قاسيه قوي يا زينه. كنت فاكر ان العشره والسنين هتخلق الحب اللي بيني. وهو كان في حب بيني؟ اقول لك انا بقى العشره والسنين عملت ايه؟ تصلك بتحلم. زودتني كره وقرف وقسوه وكل حاجه، فاهم يا عبد قادر؟ وخلص بقى يا عبد قادر. الليله فرح بنتك وادعي لها من قلبك يا رب تشوف لها يومين حلوين وتعيش عيشة أحسن من عيشة الزفت اللي أنا عشتها معاك يا عبد قادر. يا باشا أنا ما كنتش موجود ومعرفش إزاي ده حصل. طب يا باشا لا مؤاخذة عشان عندنا ضيوف. انت اللي ضيف على الدنيا دي يا يحيى، بس انا اللي واقف قصاد انك تطرد منها. مش فارقه زكريا بيه، هبقى خدت منك اي حق برضو. مش الموت برضو حق ولا ايه؟ كلام ابويا اللي موقفني
بتخطف اختك يا يحيى. لا انت مش فاهم حاجه يا زكريا، ياسمين كده كده كانت هتتخطف، لو ما خطفتهاش انا كان هيخطفها حد غريب، انا خدتها عندي وحميتها، يبقى اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ صح انك تقول لي مين اللي وراك. مين اللي وراك يا يحيى؟ مش فارقه، اختك ورجعت لك وانا وحمتها لك. خلصانه؟ مش خلصانه يا يحيى، مش خلصانه. لولا ان ابوك موصيني عليك قبل ما يموت انا كنت دفنتك هنا حي. سلاحك في ايدك يا زكريا، وخلص عليا وقتي عشان وصيت ابوك بقى ولا كلامه، كل ده بالنسبه لي كلام في الهوا. ابوك لو عايز يقول كلمه عدله كان عدلها وهو عايش. عدلها؟ بس انت اللي مش شايف. الكره اللي انت اتربيت عليه عماك، الكره اللي انت جاي تكلمني عليه دلوقتي سببه ظلم ابوك، اللي انت جاي تدافع عنه دلوقتي يا زكريا، ومش هتبطل تدافع عنه. صحيح، انت هتبطل تدافع عنه ليه؟ ده انت ابنه البكري، مع ان ابن البكري موجود. انت الكبير يا زكريا مع ان اخوك الكبير عايش. بقول لك ايه، لو عايز تقتلني خلص، لو جاي في صدرك كلمتين قولهم وانا سامعك، بس قبل ما تقولهم انا عايز انا وانت نبدل حياتنا يوم واحد بس، يوم واحد يا زكريا، وشوف ساعتها هتقولهم ولا لا. نفسي ابقى مكانك يا يحيى يا اخويا، بس انا عمري ما هبقى مكانك، وانت كان ممكن تبقى مكاني لولا الحركه الغبيه اللي انت عملتها دي. بتمنى من ربنا ان الدنيا ما توقفناش قصاد بعض تاني عشان اقدر انفذ وصيه ابويا الله يرحمه. بس لو ده حصل هتتمنى الموت ألف مرة مش هتنوله، لأني مش هرحمك.